التدابير الجديدة وهي أولا فيما يخص التأمين رفعنا الكلفة بأضعاف ما يفوق 5 المرات على حساب السنة اللي فات، وعملنا خاصة يعني الجديد يعني المميز وهو أنه العمل على تجويد المضامين ديال التأطير التربوي. هذه مناسبة بالنسبة للأطفال ديالنا باش يعني يكتسبوا واحد العدد ديال القيم، قيم التسامح، قيم الانفتاح على الآخر، قيم الاعتماد على النفس، قيم الاعتراف بالآخر، وقيم التربية على المواطنة. احنا اليوم استضفنا باش نشاركوا في المخيم ديال لالا مريم باش نقوموا باستعراضات ديالنا في رياضة الايكيدو مثل جمعية الحسنة. مزيان فيه ترفيه، فيه يعني كترفع الانسان يعني بعد واحد المدة ديال الانشطة، عديد ديال الانشطة اللي بعد واحد المدة ديال الدراسة وترفيع النفس. التربية والترفيه كنتعلموا فيه التربية، وكذلك كنقضيو أوقات ممتعة مع الأطر التربوية. هني كنبقاو نديرو أنشطة ترفيهية وكل شيء زوين في المخيم، ونتمنوا يتعاود كل عام إن شاء الله. المجموعة ديال الأنشطة كتكون سباحة، كتكون ورشات متعددة، كاين ورشات، ورشة ديال الرسم، كاين ديال الشطرنج، كاين مسائل فنية يعني سكيتشات إلى آخره وداك الشيء. كنفيقوا كنديروا التجمع، كنمشيو نفطروا، ملي كنساليو الفطور عاوتاني كنديروا مائدة القرآن وكنمشيو نفطروا، مورا كنديروا التجمع تنديروا عاوتاني موراها المصالح، مور المصالح اللي عندنا عاوتاني النشاط اللي السباحة ولا خرجة ولا مسابقة ثقافية، كل ما بحال هكا في المساء. المخيم